مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أعداد هذا اليوم من تواصل دوت كوم. تعالوا نطلع معا على عناوين هذا العدد قبل أن نذهب وإياكم إلى التفاصيل. في العنوان الأول، أهالي طفلة من النجف يشكرون كل من ساهم بنشر صورة طفلتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اختطفتها امرأة بالمنطقة المحيطة بالعتبة العلوية. بعد ذلك نذهب إلى منطقة الفو في البصرة، وحديث عن معاناة الصيادين إلى جانب كارثة بيئية تتهدد بعض أهوار محافظة ذي قار وتنذر بنزوح الأهالي. ثم إلى جمهور كرة القدم في البصرة وأحداث شغب وقعت بين الجماهير الجوية والبحرية والاعتداء على مشجعين من جماهير الناديين في آن واحد. والختام مع معقب المعاملات في العراق الذي يعد أحد أوجه الفساد الإداري المتواصل دون حسيب ولا رقيب. أهلا بكم. البداية ستكون مع خبر خطف امرأة لطفلة من النجف. الصور التي ستظهر أمامكم الآن تبين محاولة امرأة اختطاف طفلة في المنطقة المحيطة بالعتبة العلوية في النجف. طبعا تمكنت المرأة من خطف الطفلة، وتناقل مرتدو فيسبوك وتويتر هذه الصور التي ساعدت على كشفها وعودة الطفلة إلى أحضان ذويها دون الحاجة إلى تدخلات من الجهات الحكومية. كما أن أهل الطفلة عبروا عن شكرهم لكل من ساعدهم في تحقيق ذلك. الآن نشاهد وإياكم مشاهدينا الكرام جزءاً من مقطع مصور لأهل الطفلة وهم يحتفلون بعودة طفلتهم التي اختطفت على يد المرأة التي شاهدتم صورها قبل قليل. نتابع الآن جانباً من مظاهر احتفال العائلة. طبعا بجهود مرتدي فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي استطاع أهل هذه الطفلة أن يستعيدوها، ولاحقا سلمت المرأة التي اختطفتها إلى الجهات المعنية. إلى موضوع آخر الآن نذهب وإياكم إلى معاناة الصيادين في منطقة الفاو. هذه المعاناة المستمرة بسبب إطلاق النار عليهم من حين إلى آخر من قبل إيران والكويت بذريعة تجاوزهم الحد المسموح لهم بالمياه، والصيادون يؤكدون أنهم لا يتجاوزون وأنهم لم يجدوا أي دعم من أي جهة حكومية كي تتوقف مظاهر معاناتهم وهم يحصلون أرزاقهم. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في قضاء الفاو. قضاء الفاو، أهالي قضاء الفاو يعتمدون اعتماد كلي على صيد الأسماك، ما عندهم شغلة أخرى غير صيد الأسماك. لكن كان قبل هذا الرزق موجود، الآن رزق الأسماك ما موجود بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل إيران اللي تبعد أقل من 500 متر، ومن قبل الكويت معاناتهم ومضايقاتهم. ومثل ما قاعد تشاهدون الزوارق شلون مركونة ما يقدرون يطلعون بسبب الرصاص.